معي عبر الهاتف من لندن المحلل السياسي والإعلامي يسري حسين. أهلا ومرحبا بك سيد يسري. فضيحة مدوية إذن، المال القطري يوظف لشراء ذمم المندوبين في انتخابات اليونسكو، وتعدها إلى أن يعد المرشح القطري إسرائيل بحذف المسجد الأقصى من قائمة التراث الإسلامي لليونسكو. هي أشياء لا تشترى سيد يسري، ما تعليقك على ذلك؟ تعليقي أن قطر بما تملك من مال بتحاول فعلا إفساد الساحة الدولية على المعنى الثقافي والقروي والسياسي، فيتدخل قناة كاملة لمدة 24 ساعة بشتم الثقافة العربية والعالم العربي والزعماء العرب والقيادات العربية والأحزاب العربية، وتؤيد كل هذا لصالح خطاب سلفي واضح عدواني لا يؤمن بالعرب ولا بالعروبة، وإنما هدفه تفكيك المنطقة. هذا على الناقد السياسي. بالنسبة للثقافة فإن قطر لا تملك أي مقدار من الثقافة، ورغم ذلك خاضت معركة اليونسكو في إثبات أنها قادرة على شراء دول وشراء أصوات لتأكيد أن قطر تملك الورقة الرابحة في العالم. لكن اختيار المرشحة الفرنسية هو رفض لمرشح دولة إرهاب. هي كانت تريد يعني المكيدة لمصر وإهانة مصر، لكن المجتمع الدولي أهانها هي بالتالي، لأنه لا يمكن على الإطلاق اختيار مرشح لدولة تدعم داعش يكون على رأس منظمة ترعى الثقافة وتحافظ على التراث. طيب سيد يسري، يعني المنصب ذهب، المنصب ذهب، وايضا اضف الى ذلك ان المال الذي تم دفعه لشراء الذمم ايضا ذهب، لكن لماذا يتم الزج باسم الاقصى وبيع كامل التضحيات العربيه والاسلاميه من اجل كسب اصوات او صوت دوله اسرائيل؟ هي كالمقامر يريد ان يقامر بكل ما لديه للاستحواذ على كل ما النفوذ في المنطقة، فهو يريد أن ينظم كأس العالم وهو ليس لديه ثقافة رياضية، يريد أن يقتحم اليونسكو وهو ليس لديه ثقافة، يريد أن يقتحم جوائز الرواية وهو لا لديه علم من الكتاب الروائيين، فهي كلها محاولات لإثبات أن قطر قادرة بالأموال على صنع إمبراطورية وهمية على الورق وفي العالم الافتراضي تؤكد عظمتها وتؤكد نفوذها، وهي لا تدرك ان العالم بالتاكيد يعلم مدى تورطها في عمليات ارهابيه، فكيف بدوله تدعم تنظيم داعش الذي يفدى النساء ويقتل الرجال والاطفال ان تكون على قمه مؤسسه ثقافيه تحافظ على التراث، بينما داعش دمر تراث العراق ودمر تراث سوريا ونهب المكونات التراثية في تلك الدول وضعها في أسواق العالم، فكيف يمكن التوفيق بين هذين الخيارين؟ لكن تلك هي قطر. قطر تلعب على كل الأوراق وكل الساحات لأنها تملك المال، وتعتقد بأنه يمكن بالمال شراء الذمم وتجريد الأفراد من وطنيتهم، فهي تحشد في داخل قناة الجزيرة كل الجنسيات يشتمون بلادهم ويتغربون من وطنيتهم ويطعنون في حكومتهم من طيب. أجل ماذا؟ من أجل أن تكون قطر طيب. هي القائدة نعم. والزعيمة في نفس السياق. في مجلس شراء الذمم سيد يسري، يعني هناك مسلسل فضائح ما زال يتوالى. مؤخرا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فتح تحقيق رسمي مع ناصر الخليفي بتهم فساد لنيل حقوق بث كأس العالم على قنوات بي إن سبورتس القطرية. طبعا بدأ التحقيق مع ناصر الخليفي سيكشف ملفات عديدة عن التدخل لإفساد الرياضة، وقد حول الرياضة من هواية ومن شيء جميل تمارسه كل شعوب الأرض من أجل أيضا شراء الذمم وإرسالها بالرشاوى ومحاولة الحصول على تنظيم جائزة مسابقة كرة القدم العالمية في قطر. دي مسألة يعني فرقة عجيبة غريبة، فقطر لا تملك على الإطلاق أي مهلات لتنظيم تلك الدورة، لكن المال هو الذي فعل ذلك. وزير الخارجية في الفيفا هي التي منحت قطر
تلك الفرصة لتنظيم تلك العلاقة الدولية. لكن كل الأوراق الآن تتكشف وتسلط الضوء على دولة اسمها قطر تلعب هذا الدور الخطير، تدمير الدول، تدمير سوريا والعراق واليمن وليبيا، ومحاولة إسقاط مصر في منطقة الفوضى، محاولة التهجم على مملكة البحرين وعلى السعودية. عندما ترى الجزيرة متخصصة الآن على المملكة العربية السعودية وعلى البحرين وعلى مصر والإمارات، يعني في شيء يفتقد كل أصول المهنة وكل أصول صياغة الخبر والتركيز على الدول العربية، ويقول لك إن المرشح قطر هو كان مرشح الدول العربية. لا، هذا لم يكن مرشح الدول العربية، هو كان مرشح دولة طرع الإرهاب وسقط، لأن العالم لا يتحمل أن يكون ممثل لدولة إرهابية. نعم، شكرا جزيلا لك. على جهاز اليونسكو. شكرا جزيلا لك من لندن المحلل السياسي والإعلامي يسر حسين.